لا يكون
Deixa eu ver o que eu
Amen.
قراءة من مراثي إرميا وبارك يا سيد. الرب صالح للذين ينتظرونه، للنفس التي تلتمسه. خير أن ينتظر بسكوت خلاص الرب، خير للرجل أن يحمل النير في صباه، ليجلس وحده ويسكت حين يفرده الرب عليه، ليجعل في التراب فمه عسى أن يكون له أمل، ليعرض خده لمن يلطمه وليشبع إهانة، لأنه لا ينبذ السيد للأبد. فإنه ولو آلمني يرحم بحسب كثرة رأفته، وليس من قلبه يذل ويؤالم بني البشر. إذا سحك تحت الأرجل جميع أسرى الأرض، أو حرف حق الرجل أمام وجه العلي،
وإذا ظلم الإنسان في دعواه دعواه أفما يرى السيد؟ من الذي تكلم فكان الأمر دون أن يأمر السيد؟ أليس من فم العلي يخرج الشر والخير؟ فلماذا يتذمر الإنسان؟ فليتجبر على خطيئته. لنفحص طرقنا ونختبرها ونرجع إلى الرب، لنرفع قلوبنا مع الأيدي إلى الله في السماوات. فصل من أخبار آبائنا الرسل الأطهار وبارك يا سيد. كان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول عن شيء يملكه إنه خاص به، بل كان كل شيء لهم مشتركا. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، وكانت عليهم جميعا نعمة عظيمة، فما كان فيهم محتاج، لأن جميع الذين كانوا يملكون حقولا أو بيوتا كانوا يبيعونها ويأتون بثمن المبيعات ويلقونه عند أقدام الرسل، فيعطى كل مؤمن على قدر حاجته. وإن يوسف الذي لقبه الرسل برنابا أي ابن العزاء، وهو لاوي قبرصي المولد، كان يملك حقلا فباعه وأتى بثمنه وألقاه عند أقدام الرسل. والتسبيح لله دائما. Oh, Father, Lord.
ولا بوفر بحق قديسه هو شو الخزبان عمين.